اهلا بكم من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه، الاداره العامه للتنبؤات والانذار المبكر، للتعرف على حاله الطقس على جمهوريه مصر العربيه. من خلال منظومه التنبؤات لدى الهيئه العامه للارصاد الجويه، من المتوقع ان يكون الاسبوع القادم درجات الحراره المتوقعه تكون حول المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام، فالمتوقع ان تسجل درجه الحراره العظمى على القاهره الكبرى ما بين 35 الى 36 درجه مئويه، ترتفع قليلا في بدايه الاسبوع لتصل الى 37 درجه مئويه. اما السواحل الشماليه المتوقع تسجل ما بين 33 الى 34 درجه مئويه، جنوب سيناء من 39 الى 42 درجه مئويه، اما شمال الصعيد من 40 الى 42 درجه مئويه، واخيرا جنوب الصعيد المتوقع ان يصل ما بين 43 الى 44 درجه مئويه. من خلال خرائط الطقس بيتضح امتداد منخفض الهند الموسمي ليؤثر على معظم مناطق جمهورية مصر العربية، وبالتالي بتعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام. أما عن الرطوبة النسبية فالمتوقع أن تزيد كمية الرطوبة النسبية على معظم مناطق الجمهورية لتكون على السواحل الشمالية بين 90 إلى 95%، أما المناطق الداخلية على الوجه البحري والقاهرة الكبرى تصل ما بين 80 إلى 85% تقريبا. تقل الرطوبة النسبية تدريجيا حتى جنوب البلاد لتصل ما بين 30 إلى 35% على المناطق من جنوب البلاد. أما من خلال صور الأقمار الصناعية بيتضح تذبذب الحاجز المداري الذي يؤثر على المنطقة المدارية وارتفاعه شمالا باتجاه شمال السودان ليؤثر على المناطق الجنوبية لجمهورية مصر العربية، فيؤدي مع تقدم الحاجز المداري إلى سقوط بعض الأمطار على مناطق من أقصى جنوب البلاد زي منطقة أبو سمبل ومنطقة بحيرة ناصر ومنطقة حلايب وشلاتين. المتوقع هذه المناطق تتأثر بسقوط أمطار خفيفة خلال هذا الأسبوع. أيضا مع وجود هذه السحب المتوقع أن تتأثر هذه المناطق بامتداد الرمال والأتربة المثارة لتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أقصى المناطق الحدودية لجمهورية مصر العربية. أما عن النصائح لكل السادة المتابعين فتبقى نصيحة دائما بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى بعد العصر الخامسة عصرا تقريبا، وأيضا ارتداء الملابس القطنية الفاتحة وغطاء واقي للرأس وتناول المياه والسوائل الباردة على مدار اليوم. دمتم سالمين وفي أمان الله.